الاحكام اللي انت قلتها علي وعليك. اوكي. يلا. بس انت ما عندك شعر، راح اشيل حكم من شو اسمه الشعر هذا. نشوف حكم ثالث. جولتين. دش. شدوا يا الربع، شدوا شدوا. هاي تطريفة يا بلا تطريفة يا تطريفة هاي. هاي يا ربعي هاي. منا منا منا. هاي يا ربعي عز ابو مسفر علي بالحرب أبيه. حيا مرسي، حيا بنت بيت فكتور عزيز. يا عيال تكفون بالتبعي، تكفون بالتبعي كلهم ترى والله ضيفوهم كلهم. التكبيس التكبيس، ابي تكبيس يخرع، ابي تكبيس يخرع، تكبيس ابي يخرع. جي جي ولع البلد. كبس 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 كبس. علي بالحرام اهدا حقكم كلكم من اول واحد اخر واحد. يا بنت عز طرفني بالبرنامج والله العظيم، اقسم بالله لا احد يطرفني بالبرنامج، لا احد يطرفني، لا احد يطرفني، لا احد يطرفني. كم مره اقول لكم اقسم بالله العظيم ان وراي جبال، والله العظيم والله العظيم. السلام عليكم حبيبي. شوف مبروك وتستاهل، لا انت الربع الداعمين اللي عندي واللي عندك، بيض الله وجهكم. اول بث لي، شوف 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 القوه اللي عندي، اول بث لي. عطنا احكامك. قلت لك احكامك. عطنا احكامك، عطنا احكامك. شعرك حلو، تروح تسوي قدامي قهوه تفولها حلو وتكب هني، دام تشربت فنجاني انا بخليك تشرب فنجاني الحين، تكب هني داخل ملابسك. الحكم الثالث. شنو حكم الثالث يا عطيت انا؟
إيه الحكم أنا أعطيت حكم إيه الحكم الثالث دجاجة نية تأكلها كاملة. ترى كل احكامك سهله بس انا قاعد انقي اي واحد فيهم احسن يعني. يلا اوكي يا وحش. هذه ترى جديده والله قهوه جديده. ها شوف جديده. ها حلو. يلا سوي كذي بطلع هذا وكبر يبدا. عليه حضر هذا ملاحي راح تحترق تروح المستشفى كيفك. انا بعطيك ثلاث احكام اختار اللي تبي. عليه حضر والله ما ادري. لا اذا عليه حضر غيره من الحين نقول عشان اغير الثاني. اقول لك والله ما ادري يا رب. انا ما عندي شعر احلق شعري بعد. هذه موجوده روح. ايه فيها حضر عبود. حضر يود فيها حضر. هذه خليني اجيبك دجاجه واجي. ايش رايك؟ كيفك حتى الدجاج عليها حضر. انت بتحضرني قول لي. ما انا ما اعطيك حكم واحد الشعر ما له حضر. حكمين عليهم حضر. دقيقه خليني اجيبك دجاجه واجي. ها روح. العظيم انه ولا حكم راح اغير. اللي بيزعل من يزعل، اللي بيرضى من يرضى. هذا بثي وهذا ربيع، احنا حرين. هذا لعبنا وهذا احكامنا. اللي بيلعب معنا الاحكام هذا يدز لنا. حياه الله ما طقينا يد احد. احنا خطيه مو خطيه. روح عنده. الحكم الثالث حكم تلفزيون. شلون تلفزيون عندك كم بوصة؟ تلفزيون سنة 50. حلو. تعبت ها؟ 50 بوكس ايه على تلفزيون. اذا ما تكسر طبقه مرة ثانية 50 ثانية. هذا حكمك تلفزيون. اي يا وحش. يلا اي يا وحش حبيبي جاي. حكمك تلفزيون. خلي تروش. ترى انا زعلت من الاحكام هذه. كل ما نحكم على واحد بطلوا حلجهم العالم. ما يجوز ما يصير حرام. انا الحين اقوله قدام بثي اقسم بالله العظيم اني اعطيتكم وجه. واللي ما تعجب احكامي خليه سردب. تبي تتكلم من هنا لباكر تكلم كلامك كله يروح تدري وين. مزاج يعيش داخل بثي مثل ما انا ابي وربعي مثل ما يبون. مش عاجبك بثي في البث بالبرنامج غيري. باكر أقول بس شلون نطلع وأنا أقرأ؟ ها؟ أي حكم اخترت؟ شعر. مكينة ولا موس؟ موس. طيب ما يجي موس هو؟ اسمعني. إيه اسمعك. أرحب حامد. أرحب كلوب. واضح
اي واضح. دش دوله طبق يلا. خلاص طبقت قاعد دش دوله. هذا اي واحد يطرفني بالبرنامج يصير عسر لي. هذا والله بخاطري من زمان. أحكام اللي أعطيتني أعطيتك إياها ما راح أطبقها. أوكي وحش. روم. حبيبي مو كيف لا تقول سماح تسامحني ملح معلش موسى سامح
حبيبي عرشان الله قد سلطان الاعتبي دايما مجدها الاول فوق عرشان الله قد سلطان الاعتبي دايما فوق عرشان الله قد سلطان الاعتبي دايما مجدها الاول عم يا صنديق عم يا ريتك ساقط يا طاير صنديق يا صنديق شدوا يا عيال شدوا ارحب يا سعد حاب يا صنديق حيا سيدي حيا علي تكفون ضيفوا الداعمين عيال مكبسين علي بالحرم ما فين كلكم حي التكبيس ايش الجولة الثانية؟ دبل دبل يروح امبي يا قاصي حدود الكفوة يا لا وش أبغاك من اليوم هذا يا جميل اللي ثمان سنين وانا خايل الله يقعد يا جميل عبد الله يا عبد الله راشد يا راشد كومنت ثواني هدوا كومنت كلكم دقيقة شدوا يا الربع شدوا ابي الجولة هذه حقكم انتو أبيك تطلع الجني أو الشيطان اللي فيك يلا بشوف أحكامكم